بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي ومتابعي قنوات أون تايم سبورتس من استاد المقاولون العرب، ولقاء الطموح، لقاء الطموح المختلف سواء لنادي مصر للمقصة صاحب الأرض أمام نادي وادي دجلة الموجود في المركز الأخير في جدول الترتيب بسبع نقاط. نادي مصر للمقصة أصحاب الأرض بعشرين نقطة بيحلم بالمركز الثاني ولو مؤقتا لحين لعب المؤجلات، موجود في المركز الخامس بعشرين نقطة، الفوز يحقق له ويوصله للنقطة 23. أما وادي دجلة في المركز الأخير الفوز يوصلوا للنقطة العشرة ولكن ما يخرجوش من مثلث الخطورة. أمامنا تشكيلة القدير، إيهاب جلال في حراسة المرمى، محمود حمدي، فارس طارق، أحمد صبيح، أحمد مودي وحسني فتحي في الدفاع، هشام محمد ومحمد مخلوف اثنين ارتكاز، صلاح عشوش، ميلس بيكلي وباولو مفوافي تحت رأس الحربة باسم مرسي. قوة هجومية مرعبة لأبناء الفيوم في هذا اللقاء مع ماريو سالس. بيكمل نادي وادي دجلة المبدأ اللي ماشي بيه مع لاعبته مع ادارته. الكرة الأمامية وادي دجلة، الضيوف النهاردة على يمين مقصورة استاد المقاولون العرب، أما نادي مصر المقصة فبزيو النميتي موجود على شمال مقصورة استاد المقاولين. أدي أحمد مودي يرجع لورا عند محمود حمدي، غاب لفترات محمود حمدي عن التشكيلة الأساسية، ومحمد كوكو كان هو الحارس الأساسي وظهر على فكرة بشكل أكتر من رائع. يا ولد وش رجله الخارجي يرجعها المودي على الارض لهشام محمد، يفتح اللعب ويظهر له احمد مودي على فكره من السرد باكات اللي بتعرف تلعب كره على الارض بشكل رائع. اللاعب احمد مودي صاحب القدم اليسرى مره ثانيه، محمد مخلوف اماميه الكوره، شمل سبيكلي، يا سلام على التحرك، حلوه 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وادي التسديده، وادي الهدف، ادي الجمله، ادي الجمال، ادي الحلاوه. وشمل سبيكلي كالعاده كلاكيت ثالث مره على التوالي يسجل، شمل سبيكلي يسجل الاثيوبي، حذاري من الاثيوبي، قلت لك لسه من دقيقتين ما تسرحش قدام شمل سبيكلي، توصل له الكوره اسيست اكتر من رائع لحسني فتحي، يجي من ورا لقدام شمل سبيكلي وبشماله على الزاويه البعيده، في الزاويه البعيده يتفوق ايهاب جلال على ماريو سالس، يهاجم وادي دجله، يضيع وادي دجله، يجي له ضربات ركنيه وصلوا لاربعه، لكن من هجمه منظمه، اول هجمه منظمه قبل صلاح عاشور، شمل سبيكلي يخطف الهدف الاول في الدقيقه 23 من عمر الشوط الاول. يا ولد يا ولد يا ولد، شمل سبيكلي سجل امام الانتاج الحربي، مباراه كانت 1-0، سجل امام البنك الاهلي، مباراه ايضا كانت 1-0، لكن النهارده المباراه يا بيكلي ابدا ما تكونش 1-0، ممكن الأهداف تكتر لأن الرغبة أكبر، ووادي دجلة بيظهر بشكل تاني النهاردة. بيكلي لازم نشيد بأداء حسني فتحي، الراجل عدى ازاي والكرة اللي اتلعبت له البينية من نص الملعب، الموال من أوله حلو، الموال من أوله حلو، الباص الأمامي لحسني فتحي اللي قطع وراح الراجل بيلعب ظهير أيسر، لعيب جوكر سيبك أنت، حسني فتحي مش هنتكلم عليه يعني، كابتن نادي مصر المقصة، لعيب جوكر يلعب في نص الملعب، يلعب باك يمين، يلعب باك شمال، الراجل لو وقف جول، لو طلب منه يقف جول الراجل هيقف، يعني لعيب جوكر، أي مدير فني يتمنى لاعب زي حسني فتحي. هشام محمد الباص لمين؟ مش لحد، باص وحش قوي من هشام محمد، تترد لوادي دجلة، بص السرعة، فرصة هنا، فرصة فرصة فرصة، فين الجول؟ الجول فين؟ الجول مش من ناحية دي، الجول مش من ناحية دي يا كالديرون، اتلعبت حلوة قوي، وجورجينو فارق سرعة، ده عداء يا راجل، الراجل ده عداء مش لعيب كورة، يلعبها لدييجو كالديرون، يعدي من احمد مودي، يمكن احمد مودي لعيب كره لكن السرعات ممكن تكون قليله عنده، ودييجو كالديرون يا راجل لعيب الهداف الكبير دييجو كالديرون يرفض هديه زي دي، صعبه قوي صعبه قوي، لكن الهديه بتجي له مره ثانيه، تتقطع، هشام محمد يلعبها في نص الملعب عند صلاح عاشور، يحافظ على كورته ويعدي، يا ولد يا ولد يا ولد يا صلاح يا ولد، يعدي لكن باسم مرسي يعدي بالكوره، باسم عايز يلعبها لباولو مفوافي لكن توصل سهله في ايد محمد عبد المنصف اللي هيبدا هجمه بسرعه. حلوه المباراه، حلوه المباراه، سلس وفي شوط ثاني من لقاء امام مصر للمقصه، هل يعود لنقطه التعادل؟ سبع اهداف فقط لنادي وادي دجله اللي قدروا يسجلوهم منهم هدفين في اللقاء الوحيد اللي فازوا فيه امام المقاولون العرب. شوف نادي مصر المقصه وايهاب جلال اللي لعبته ايه في اوضه اللبس بين الشوطين، احمد صبيحه
يلعب الكرة الأمامية. كان محمود حمدي تعرض لإصابة في نهاية الشوط الأول لأبناء الفيوم. نشوف هشام محمد يلعبها البيكلي مرة تانية لهشام محمد الناحية الشمال صاحب الأسيست حسني فتحي. هشام على الأرض لمحمد مخلوف مع دييجو كالدرون، والضغط هنا حلو من لاعيبة وادي دجلة. استخلاص محمد رضا لهلال، هلال هيعملها ازاي؟ يلعبها ناحية شمال رودني أنتوي السرعة، لكن أحمد صبيحة على طول برجله يطلعها، ولكن حكم اللقاء مديها ضربة ركنية لصالح وادي دجلة. ضربة ركنية أعتقد السبعة لو ما كانش الحسبة بتاعتي غلط، سابع ضربة ركنية لصالح وادي دجلة. أحمد مجدي يحاول يلعب الكرة العرضية لكن توصل عند حسني، تشتيت من حسني توصل لخالد رضا، ضغط كبير من اليلو بلاك. محمد هلال أمامية حلوة، والمرة دي بينالتي من أول قرار، المرة دي بينالتي من أول قرار. صاحب الأسيست حسني فتحي يعمل العرقلة مع رودني أنتوي اللي واخد الجبهة اليمنى، اللاعب الهولندي رودني أنتوي أو الغاني قول زي ما أنت عايز تقول. وحسني هياخد إنذار، حسني فتحي صاحب الأسيست يعمل بينالتي ما اتحسبتش الاولى من الفار، لكن الثانيه ما يترددش. عبد العزيز السيد حسني فتحي في شده وشافها حكم اللقاء، ورودني انتوي على طول اللاعب الذكي، يعني هي شده زي دي ما توقعش طبعا رودني انتوي، لكن هيرجع للفار ولا ايه؟ الفار هيقول له ارجع ولا ايه؟ لاعيبه مصر المقاصه سايبه عبد العزيز السيد في الحوار في السماعه بينه وبين محمود الدسوقي، هل يقول له ارجع يا كابتن ما فيهاش حاجه؟ هو حسني خد الانذار، هل خد الانذار للاعتراض ولا خد الانذار لضربه الجزاء؟ بص صلاح عاشور، ادي صلاح عاشور هنشوفها مره ثانيه، ادي الكره الاماميه، هل فيها اوفسايد؟ هل فيها اوفسايد؟ هي مفيش راي، انا مش شايف راي، انا مش شايف راي. هيرجع للفار عبد العزيز السيد، هياخد مشوار ثاني للفار، الفار رايح جاي، عبد العزيز السيد ثاني مره، الفار رايح جاي. هل فيها اوفسايد؟ نشوفها وهي طالعه من رجل هلال، وهي طالعه من رجل هلال، ولا في شك في الشد؟ ولا من بره؟ ولا من بره؟ الكلام ان الشده من بره، بصوا حضراتكم الكلام ان الشده من بره، ده اللي انا شايفه، يعني انا بقول لحضراتكم على الصوره اللي انا شايفها ان الشده ممكن تكون من حسني بره، يعني الدسوقي حكم الفار رجع عرفه عبد العزيز السيد وقال له ممكن الشده تكون من بره، الكلام مش اوفسايد ولا لا؟ لا الكره مش اوفسايد، اهو يعني خلاص الكلام مش ان الكره انها اوفسايد، لا مش اوفسايد، لا مش اوفسايد مغطي، لكن هنا ان الشده من بره، وحسني فتحي معاه انذار، هل الانذار يتغير؟ هل القرار يتغير والفاول يبقى بره؟ وقرار الانذار يتغير لحسني على اساس رودني انتوي كان رايح هو وجول؟ هنشوف عبد العزيز السيد كان هياخد القرار، رجع قال له اشوف نظره اخيره. بص عبد العزيز السيد عايزها بالسنتي، عايزها بالسنتي. عبد العزيز السيد اخذ القرار، قرارك ايه عبد العزيز المره دي؟ قرارك ايه المره دي؟ عبد العزيز السيد مدي ايه؟ اعتقد مدي فاول، اعتقد هيدي فاول وكارت احمر. بالفعل القرار يتغير يبقى هيدي فاول بره ال 18، هيدي فاول بره ال 18. حسني فتحي طرد، قرار من مره واحده لغى الانذار اللي اداه وبيدي طرد، والكرة من بره، لأن لو بينالتي العقوبة بتكون انذار علشان فرصة الهدف أكبر لوادي دجلة، إدى القرار بالفاول، الشدة من بره، وعلشان كان انفراد لرودني أنتوي على طول حكم اللقاء بيلغي الانذار اللي إداه لحسني فتحي. طبعا لغي الانذار ده ما يفرحش حسني فتحي لأنه أخذ كارت أحمر مرة واحدة، ويطلع عشان مصر المقصة، مصر للمقصة يكمل 10 لعيبة. الفار يمنع فرصتين لبينالتي لوادي دجله، او يعني فرصه يمنعها بعد ما مد عرفه السيد عبد العزيز السيد، عفوا لاعب كبير طبعا عرفه السيد، لاعب نادي انبي. ادي الاخطاء 17 وادي دجله 9 مصر المقصه. عبد العزيز السيد في كوره رجعوا فيها الدسوقي وقال لك لا مش بينالتي. واللقطه الثانيه طبعا الاستفاضه والشرح اكتر واكتر، وهيكون أكتر مننا طبعا العالمي الكابتن أحمد الشناوي هيكون بعد اللقاء في الكورتين الحقيقة، وجميع لقطات المباراة، مباراة فيها كلام كتير على المستوى التكتيكي مع نجومنا، على المستوى الفني وعلى المستوى التحكيمي. جورجينو عبد العزيز سايب يقول له ابعد عن الحيطة، بالفعل وفرصة لصالح وادي دجلة. يعقوب وهلال
المره دي على عدله اسحاق، لكن هلال هل هو اللي معاه شفره التسديد؟ وهلال بره، هلال يحطها بره، هي على عدله يعقوب ومميز فيها الحقيقه الغاني، ولكن هلال يسددها بره الملعب مره ثانيه. لسه دجله مصمم على الضغط الكبير، باول انفوافي لو وصلت له كره ثانيه تكون صعبه قوي، ياخدها بيكلي يلعبها لباول انفوافي، هنا الصعوبه اللي بقول لحضراتكم عليها، لو عدى وفات، عدى وفات، عدى وفات، عدى وفات، خلص الماتش. قلت لكم لو وصلت الكوره للقطر، القطر ما تغشقر القاهره، يخلصها في استاد المقاولون العرب. اللاعب باول انفوافي استلام ايه؟ قوه ايه؟ مهاره ايه؟ وفينش ايه من باول انفوافي؟ مش ممكن، مش ممكن. باول انفوافي الدقيقه 86 يخلص اللقاء، يخلص الثلاث نقاط رغم النقص العددي. حلوه من بيكلي، بيكلي وفوافي ده ثنائي، ثنائي نجوم شباك، نجوم شباك، فوافي وبيكلي، بيكلي وفوافي، يعمل الاسيست رائع. خالد رضا ما يستحملش مع الملجاشي، يقع على الارض، لكن باولو فوافي يحطها حلوه قوي، حلوه قوي. بيكلي وفوافي افيش فيلم سينمائي، يعني الاسماء دي تتحط على افيش فيلم سينمائي بطوله ايهاب جلال. و2-0 لمصر المقصه. ادي باولو فوافي تسديدات، بص التمريرات 28 تمريرة، صناعة فرص حقيقية للاعب باول انفوافي، ولكن يصعبوا الأمور أكتر وأكتر. قلت لكم المباراة فيها هدف تاني، لكن ما قلتش لمين، ما قلتش لمين. دجلة يتعادل، ولا ممكن مصر مقصة يخطف هدف تالت. بص الهجمات المرتدة توصل عند بيكلي، خطيرة جدا. باسم مرسي مع باول انفوافي، بيكلي هيعمل إيه؟ يلعبها لباسم، باسم، باسم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المزيكا، يا سلام على الهجمات المرتدة. ده فاست بريك، ده فاست بريك بلغة كرة اليد، فاست بريك بلغة الكرة السلة، فاست بريك بلغة مصر للمقصة. باسم مرسي نسجل هدف أكتر من رائع. إيه الهجمة المرتدة الحلوة دي؟ افتح كتاب كرة القدم وشوف هجمة مصر للمقصة دي، تدرس، دي تدرس. باسم مرسي يسجل، وبيكلي مان أوف ذا ماتش، بيكلي مان اوف ذا ماتش. لكن ايه الفينش ده يا باسم؟ يا سلام على المهاره. هنا اللمسه الاولى يلعبها لباسم، باسم يردها له مره ثانيه ويقول له استنى هجري لك، استنى هقطع لك. بيكلي يلعبها له 10 على 10 بميزان ميه، بميزان ميه يظبطها. اللاعب شملس بيكلي زي ما لعب الاولى البينيه العاليه دي، بينيه ارضيه لباسم، ويا سلام يا باسم بشماله من فوق محمد عبد المنصف لعبها لبيكلي وقطع مشوار، ودفاع وادي دجله ما لحقش يرجع لان هجمه مصر المقصه اسرع، والمباراه 3-0. اصبحت ثلاثيه، ثلاثيه لمصر مقصه، مصر مقصه اللي سجل هدف ب 11 لاعب وهدفين ب 10 لاعبين. الكره الاماميه لمرعي مره ثانيه، حذاري انها تتقطع الكره دي، بقى تتقطع يبقى في مشكله اكبر لوادي دجله. احمد مجدي الدقيقه 96، الدقيقة الأخيرة اللي احتسبها عبد العزيز السيد. أحمد مجدي يحاول هنا بلمسة لجورجينو، لأحمد مجدي في المكان الفاضي يعمل 1-2 ما بينه وما بين أحمد مودي، وادي العرضية يا ولد يا ولد يا ولد. صلاح أمين يسجل هدف حلو قوي لكن متأخر قوي، العرضية من ناحية اليمين، عمل ال 1-2 ما بينه وما بين اللاعب رقم 6 في صفوف نادي مصر مقصة مصطفى شبيطة، هو اللي عمل ال 1-2 مع جورجينو لصلاح امين لوحده تماما، ما يتسابش خالص في المكان ده، يعدي جورجينو ويتقن العرضية. اخيرا عرضية تم اتقانها، وصلاح امين شومة في المرمى على شمال محمود حمدي يحطها، محمود حمدي يتفرج عليها زينا زيه علشان النتيجة تبقى 3-1. لكن صافرة النهاية من عبد العزيز السيد في واحدة من المباريات الممتعة، فوز لنادي مصر المقصة رغم النقص العددي. اللاعب شملس بيكلي يسجل في الدقيقة 23 من الشوط الأول، باول انفوافي ومن اسيست رائع لمان اوف ذا ماتش شملس بيكلي يسجل في الدقيقة 86، بعدها بدقيقة وبرضه من اللاعب شملس بيكلي يعمل بينية رائعة لباسم مرسي يخلص اللقاء بهدف ثالث قبل ما يقلص الفارق. هذا اللاعب صلاح أمين لصالح وادي دجلة في الوقت المحتسب بدل من ضائع. مبروك لمصر المقصة صعود للمركز الثاني ولو مؤقتا، هارد لك لوادي دجلة، هزيمة من جديد يصل للهزيمة رقم 7 في المركز الأخير من جدول الترتيب. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس، شكرا لحسن المتابعة، عودة للاستوديو مع الزميل العزيز الممتع دائما كريم خطاب، ونجوم التحليل الكابتن فاروق جعفر، الكابتن حازم إمام، والكابتن عبد الظاهر السقا. تحياتي مؤمن حسن.